يا مساء الفل عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين منورين صفحه المكتبه. هنعمل النهارده نظره اوليه وانبوكسنج للساعه الكي اس 2 من شركه كي سيلكت. ناس كتير جدا مستنيه ريفيو، ناس كتير جدا مستنيه الساعه دي تحديدا، سالنا عليها كتير الفتره الاخرانيه، توفرت يعني منها كميه ما شاء الله. ودلوقتي هنعمل بقى الانبوكسنج بتاعها واسبوعين كده ونعمل التجربه عشان نعمل ريفيو كافي ووافي. خلينا نشوف شكل العلبه. شكلها زي ما انت شايف هنا مكتوب كلمه كي سيلكت، ومكتوب تحت هنا اسم البراند، العلامه بتاعه الضمان، الساعه عليها ضمان سنه كامله من الستور. ده طبعا شكل الساعه، شكل الساعه الفخم جدا. مكتوب طبعا هي جايه باتنين ستراب، طبعا هيكون الستراب معدن اللي احنا شايفينه، هو اكيد في ستراب سيليكون زي ما احنا بنشوف في ساعات كي سيلكت بشكل عام. طبعا شويه مواصفات عن المنتج زي ان هي الدايل برو، البروسيسور الدايل، وهي بيجي بكونكشن واحد بلوتوث 5.3. هنا في الجنب شويه تفاصيل برضو عن المنتج، ان هي الشاشه 2.10 اموليد ديسبلاي، تدعم 100 مود رياضي، فيها قياس لثلاث حاجات في نفس الوقت في خطوه واحده. عندنا تدعم القياس الصحي على مدار 24 ساعه طبعا البادي من الالومنيوم فريم، وبقاومه للميه بمعيار 3 اي تي ام، ده معيار مناسب شويه لمقاومه الميه. الحاجه اللي مش موجوده في اي ساعه في الفئه السعريه دي هي ان الساعه بتدعم الكسا، فتقدر انت وانت لابسها تدي اوردر للكسا وات ايفر الاوردر. طبعا مكتوب هنا طبعا ان برده البروسيسور من دايل كرو، وده بيخليها تريبل سبيد، شكل الساعه سريعه جدا، والشاشه بتيجي ب 60 فريم بير سكند، ريفرش ريت بمعدل 60 فريم بير سكند. في الظهر هنا شويه تفاصيل برده، بطاريه 300 ملي امبير، فيها سليب مونيتور، وفيها تحكم في الساوند، فيها ريميندر، فيها اليكسا، وفيها ستريس تيست وقياس اكسجين وقياس شويه تفاصيل. عندنا هنا بقى في تحت هنا لون الساعه، والساعه لونها ميد نايت بلو، معاها ستراب بلاك وستراب بلو بلوز اد بلاك. ده كل التفاصيل الخاصه طبعا هنا البرنامج او الكيو ار بتاع البرنامج، وده كل التفاصيل الخاصه بالعلبه وشكل العلبه. دلوقتي نفتح الساعه بقى ونشوف الدنيا من جوه، وطبعا انتوا اللي هيكون ليكم النظره الاوليه زي ما عودتكم بقى في الانطباع الاولي عن شكل الساعه. طبعا احنا هنفتح كده، عندنا الكفر اللي بيحمي الساعه، وانا هشيل بقى الكفر ده بالشكل ده كده. وقول لي بقى ايه رايك. طبعا انت مش شايف، انت شايف ايه؟ شايف الساعه ولا الاستراب؟ بس محتاج تشوف شكل الساعه، فانا برضو هوريه لك انت يا صديقي. اه الاستراب جاب اوف 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 على لون الساعه، لون الساعه جامد يا جدعان، ما شاء الله ايه الجمال ده. هو مش اسود ومش ازرق، هو حاجه ما بين الاثنين يعني. والاستراب الازرق ده لايق جدا، لايق جدا مع لون الساعة. واو. طبعا عندك بقى ايه؟ الفريم نازل بالشكل ده، تحفة تحفة تحفة. واللون الازرق زي ما انت شايف ده شكل لون الاستراب، وده ساعة جميلة جدا ما شاء الله. لا 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 جميل تحفة. ده زي ما انت شايف شكلها اهو. البادي نفسه مش اسود، هو شكله هنا كده بيقول اسود، شكله على العلبة ان هو اسود، لكن هو حاول بقى على نظرة قريبة كده، هو مش اسود، لا هو مدي على زرق كده. طيب نشوف ايه بقيه محتويات العلبه. عندنا كمان الاستراب الثاني اللي جاي مع الساعه، استراب السيليكون اللي جاي مع الساعه، استراب حلو جدا رايق قوي بكلمه كي سيلكت المكتوبه دي. ايه تاني من محتويات العلبه؟ اكيد طبعا هيبقى فيه الكابل الشاحن الجديد، الديزاين الروعه، الشواحن بتاعت كي سيلكت. كي سيلكت بتطور نفسها بشكل كويس جدا، بتعمل ساعات كتيره قوي، كل مدى بتطور في نفسها بشكل اكتر. ده شكل الشاحن، طبعا الشاحن اختلف جدا وبقى شكله كويس قوي عن اللي قبل كده. واحنا نقصد اللي قبل كده اللي كان موجود مثلا في الكي اس او الكي اس برو، لان احنا النهارده معانا الكي اس 2، فده اللي موجود. طبعا موجود السكرينه، خلاص واضح ان احنا هنعتمد موضوع السكرينه في علب الكي سيلكت. وطبعا اخر حاجه يكون عندنا الكتالوج. نستنى بس نشوف هل الكتالوج باللغه العربي برضو. ايوه طبعا الكتالوج برضو باللغه العربي زي اللي احنا شفناه في الكي ار 2. ده كده نظره سريعه على الساعه، خلينا افتحها معاك واوريها لك، ولو ان هو بيطلب دايما ان احنا نوصلها على البرنامج، بس هفتحها معاك واوريها لك. شغلنا الساعه بقى ووصلتها، تعال بقى اوريك لونها كده عشان خاطر يبان. ده لون الساعه زي ما انت شايف، وده الكراون، وده التصميم بتاع الساعه. شكل الساعه جميل جدا يعني، الصراحه خطفني. وكمان السوفت الداخلي بتاع الساعه سوفت رايق ما شاء الله، حاجه كده برده ممتعه جدا جدا، تفاصيل حلوه قوي. طبعا احنا هنجرب كل الحاجات دي. طبعا من الحاجات الجميله بقى اللي في الساعه موضوع ان انت تقيس كل حاجه مع بعضها، الاكسجين والنبض والستريس كله بتقيسه مع بعضه، بيقعد يقيس اهوت. طبعا وكل السناسر بتشتغل، يعني هو الاحمر والاخضر شغالين، هو بقى بيقيس الثلاثه مع بعض في نفس الوقت. ده من المميزات الجديده في الساعه الكي اس 2. اوريك شكلها، شكلها جميل
شاء الله. زي ما انت شايف هو في خطوه واحده قاس الثلاثه، النبض والاكسجين والجهد، الحاجات الحلوه في الساعه يعني. طبعا التاتش ما كلمكش في التاتش يعني، التاتش 60 فريم بالسكند عندك، السكرول ده شغال تمام، فهتكون تجربه حلوه جدا، تجربه شيقه يعني. انا هستمتع جدا بتصوير الريفيو الخاص بالساعه الكي اس 2. ده كان نظره مبدئيه كده عنها، وزي ما انت شايف ده شكلها، وطبعا وريتك محتويات العلبه، ده الاستراب الاضافي اللي معاها، وكمان بيكون معاها سكرينه، واخر حاجه او من الحاجات المهمه وهو الكيبل بتاع الشاحن بتاعها، الكيبل الجديد بتاع كيسلكت. الساعه فيها مميزات حلوه هنستعرضها كلها في الريفيو الخاص بيها التفصيلي، لكن انا قلت موريك نظره مبدئيه كده على شكل الساعه. اشوفكم في الفيديو التفصيلي، سلام.